لو الحكاية فيها إن فيتو أنهم يحاولون اختزال تاريخ الأزهر، يحاولون نقص رصيد الأزهر، إلا أن الأزهر سيظل شامخا، ولكن حتى لا يكون هذا الكلام مجرد تصريحات أو مجرد حماس، لابد وأن نترجم ذلك على أرض الواقع. نحن بحاجة إلى العمل أكثر من الكلام، ولكن من باب إبراز الذمة ومن باب الإعلام أو البيان للناس، هناك من يقول ماذا فعل الأزهر إزاء تشجيع الخطاب الديني؟ ودعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني. نقول نحن على مستوى المسؤولية، ونحن نقدر دعوة السيد رئيس الجمهورية، ونحن بدأنا منذ فترات بعيدة مسألة تجديد الخطاب الديني، وتجديد الخطاب الديني